مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم رجاء كافي. في الحلقه ديال اليوم مستمعينا فاحنا غادي نحاولوا نجاوبوا على عده تساؤلات اللي كتشغل بال الجمهور الرجاوي. اول تساؤل كيطرحوا نيمبورت كي سوبورتير رجاوي هو واش الرجاء مازال عندها حظوظ من اجل التاهل لدور مجموعات عصبه الابطال الافريقيين بعد التعادل 2-2 بمركب الرياضي محمد الخامس امام فريق وفاق سطيف. واش كنبدلوا ليكيب كي غاني؟ هذا سؤال كيبقى مطروح. سؤال اخر هو واش الان خاص الرجاء تركز على البطوله الوطنيه المحترفين واحتلال احد المراكز المؤهله للمنافسات الافريقيه ولا انها تركز على ماتش غوتور ولا لا قدر الله اون كا دو ديفيت او اون كا ديسكاليفيكاسيون ديال فريق الرجاء الرياضي فاوتوماتيكمون الرجاء غدوز لا كوب دو لا كاف. واش الرجاء خاص تكونسونطرا على الشامبيونز ليغ كوب دو لا كاف ولا انها البطوله لانه مازال ماتشات عند الرجاء. الماتش الجاي غيكون ان شاء الله يوم السبت مع 4 ديال العشيه امام فريق الكوكب المراكشي في حين ماتش غوتار اللي غيلعبوا فريق الرجاء الرياضي فيكون امام فريق الفتح الرباطي يوم الثلاثاء المقبل مع 4 ديال العشيه. بطبيعه الحال مستمعينا في الراي ديالنا كيهمكم الراي ديالكم كيهمنا صيفطوا لنا رساله اس ام اس على رقم 5030 ثمن الرساله هو 6 دراهم تي تي سي. وكيف ما جرت العاده فاحنا غنفتحوا الخطوط ان شاء الله على ارقام راديو مارس. تصقوا بين على ارقام راديو مارس 25 220 225 225 225 225 225. قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم مستمعينا فكنبغي نتمنوا الشفاء العاجل للاعبي ديال فريق الشباب اطلس خنيفره وعلى راسهم حارس الحسين زين الله يشافيهم ساكن ويرجعوا لنا بالسلامه ويرجعوا للملاعب ديالنا بالسلامه ان شاء الله. وحذاري مره اخرى حذاري مستمعينا في الطرقات لانه حرب الطرقات مازال كتقصف خوتنا مازال حذاري الله يخليكم حذاري. ضيف حلقه اليوم مستمعينا فهو محمد استاذ مدرب فريق الامل. سي محمد مساء الخير. اهلا وسهلا. طبيعه الحال تيتولر اللي معنا يوسف شاني. يوسف مساء الخير. مساء الخير كريم. مساء الخير جميع المستمعين ديال راديو مارس. قبل ما نبداو في التحليل ديال المباراه وندوي على ماتش وفاق سطيف بطبيعه الحال غندويو كذلك على فريق الامل والفوز الاخير من فريق الفتح الرباطي ب1-0 البيت اللي ماركاه ايوب الصابري. فباسم جميع جماهير الرجاوي كنبغي نشكر سانسيغمون داك الجمهور اللي حضر الماتش وفاق سطيف الجمهور اللي عمر التيران اللي بقى كيساند الفريق ديالو تل اخر لحظه في المباراه. شكرا لكم بزاف جماهير فريق الرجاء الرياضي لانكم كنتو السند الاول للفريق باش يرجع في الريزولتا ساشون كو كنكونوا منهزمين وكنرجعوا في التعادل. فكنتمنى الشفاء العاجل كذلك لصديقنا مهدي حقي الكاميرامان الملقب بياجو كنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يرجع لنا حتى هو هنا في لا فامي ديالو ولا دوزيام فامي رجاء كافي. استاذ غندوب نبداو بالماتش ديال وفاق سطيف. كيفاش عشتي الماتش انت كمدرب؟ كيفاش بان لك الماتش امام وفاق سطيف؟ وتنظن على كانت مقابله في الشوط الاول اللي ما كانتش واحد المستوى كبير كانت غلب عليها تاكتيك اكثر من الفرجه واكثر من وكان حتى ما كانش ديك السرعه كبيره في الريتم يعني ما كانش لان احنا كان خصنا مثلا نهزوا الايقاع ونلعبوا بواحد السرعه كبيره هادشي ما كانش في الشوط الاول. بالعكس الشوط الثاني الايقاع ولا سريع ولات محاولات كثيره وشتي في تقريبا واحد ربع ساعه الاخيره يمكن 5 حتى 6 ديال الفرص اللي صراحه كانت اسفوا اللي على الاقل كانت تسجل فيها على الاقل تسجل فيها هدف لان ضيعنا واحد المجموعه كبيره ديال الاهداف. وتتعرف مع فريق اللي بطل افريقيا وبطل اللي فريق اللي متمرس فريق قوي بعناصر اجسام قويه بنيه جسمانيه سرعه كبيره في المرتدات لان كنت في الملعب وشفت بعض المرتدات اللي كانوا تيمشيو تقريبا 5 حتى 6 ديال اللاعبين فهذا هو اللي خلق واحد ارتباك في الشوط الاول. ولكن الحمد لله في الشوط الثاني استطاع الفريق على انه يرفع من الايقاع وبعد التغييرات فمسكنا بزمام الامور ولكن كانت بعض الاخطاء اللي فرضيه في الدفاع اللي خلات فريق وفاق سطيف اللي سجل هدفين اللي يمكن انا تنتمنى من الله باش لان انا صراحه خصنا نكونوا متفائلين لان كاين ذهاب واياب ما كاينش غير مقابله وحده الا غادي نهودوا الايدين ديالنا اذا بلا ما نمشي واقيلا كاع نسافروا للجزائر فبالعكس لان كاين مقابله ديال الاياب نتمنى من اللعابه يديروا نفس المقابله ديال مع الفريق ديال جنوب افريقيا يمشي بواحد القتاليه كبيره وخصهم يعرفوا على ان تيمثلوا واحد الفريق الكبير
القميص ديالو اللي غالي على كل رجاوي. تنتمنى من الله على ان اللاعبين يمشيوا ويديروا مقابله كبيره ويضغطوا على فريق الخصم. ما نتسناوش حنا فريق وفاق سطيف هو اللي يجي عندنا، حنا نهاجموا، لان راه تعادل صفر لمثلي او هدف لمثلي راه غتقصوا. لان حنا خصنا نعرفوا ان خصك تفوز او تعادل 3-3 او هدفين تمشي لضربه الجزاء. خصنا اللاعبين يوعوا بهذا الاشكال. طبعا يوسف البارح واش تنهيد عيوس؟ لا واش ما بانش بانه الرجاء سانسيرمون عنده ان ديفيسيت من ناحيه الكونديسيون فيزيك، لانه كيبان لنا بانه اللاعبين ديال وفاق سطيف ils sont plus forts. لا شوف انا ما كان جو بونس با بانها تكون مشكل ديال اللياقه البدنيه. انا اللي كنقول هو هذيك المقابله هو تحصيل حاصل، كاين ضغط كبير. المساله ديال انهم البطوله مشات، بقى عندهم ماتش، الله يحسن العوان، لا مكتب لا لاعبين لا حتى جمهور. جمهور واحد الوقت الجمهور راه كتحس به واخا كي هذا مي لي ان بو كريسبي باسكو سي تري بيان هاد النتيجه ديال هاد الماتش كونديسيون توت اون سيزون. انا بالنسبه ليا علاش قلت لك تحصيل حاصل، لماذا؟ لان اللاعبين فاش ما كيكونوش اون كونفيونس واخا تلعبوا ماتش سيمانه ما كيعطيوش. راه كتشوف بان ماشي غنقول لك شويه الخلعه كاينه حتى في لي باس، بعد ما طلع باس كيعطيها ناقصه. اما كون كنتي جايب الرباحات كدير اللي بغيتي، اللي جات واللي جات كتجي معك. دونك انا كنظن كاين عوامل داخليه منها لاعبين انهم ما كيعيشوش في واحد الجو من الثقه على مستوى النتائج، ماشي على مستوى مثلا الثقه في المكتب ولكن النتائج ما كانوش. ولا كايزر تشيفس ماتش الي ماتش غوتور كانوا شفنا فريق متكامل، شفنا كيزر شيف. انا بالنسبه ليا ماشي معيار 100%. لماذا؟ لان كيزر شيف مشيتي لعبتي في واحد الانفيرونمون مزيان، لعبتي مع واحد الفريق ما كيدير لك حتى شي حاجه، وفر لك جميع الظروف وجميع الوسائل. ولا بروف شفنا الناس اللي لعبتي ضدهم في دوربان، داكشي بحال يعني دي نورم اوروبيان، ماشي مشكل. بالنسبه لهنا علاش قلت لك حتى هذه المقابله كاين هذه الحساسيه ديال المغرب الجزائر اللاعبين عندهم علاش قلت لك انا عوامل داخليه. عاد غنجيك العوامل الخارجيه المغرب. الوغ مين كنقول لك انا عوامل داخليه غنبداو بالعوامل الخارجيه، هي انه فاش سبق هذه المباراه سبقت بزاف ديال الاشاعات، ودائما المكتب خصو يرد وهذا خصو يقول. بحال دابا قالوا الحفيظي حقا لا سيزون ديالو سالات، وساكونا حقا ماشي اي ني با ليغال في المغرب، خصو الفلوس لاجون، المهم بزاف ديال المسائل. دونك هادشي كلها عوامل ما ساعدت لا مكتب لا لاعبين باش يركزوا مزيان. هادشي علاش مشاو في لي كونسونطراسيون. بالنسبه للعوامل الداخليه خصنا نقولوها لجميع الجماهير، وانا تبعت كاع لي فوروم ولا المواقع الاجتماعيه، زعما تسالوا على بعض الاختيارات ديال روما، وحنا كنحترموا ديال روما وسي لوي كي ديسيد. يعني بحال الاختيار ديال شاكو مثلا، شحال هذه ملعب وجيتي لعبتي في ربع ايام دو ماتش سورتو لي دوزيام دو تري تري او نيفو، خاص نو سولمون تركيز تاكتيك ولا هذا فهمتي. بون روما وسي لوي كي فوا، ولكن بالنسبه ليا كان بعض الاختيارات خلاوه ماشي هما هذوك دايور لي دو بوت، راه شفناهم كيفاش جاو. هذا هو اللي كنقول. هادشي علاش كنقول بان جنقول لك يعني هذا لو ماتش هاز واحد الحموله كبيره ديال انه ناري، عرفتي بحال كتحس باللاعب اخر ما تجيش مني انا ونعطيها لاخر، ما تجيش مني نعطيها لاخر. نرجعوا لي شوا ديال اللاعبين. استاذ حنا لي زونترينور كيقولوا واحد الكلمه اون شونج جامي اون ايكيب كي قال غادي تشري الاستاذ اليوم. لا اوتون كونترينور غادي مع اوتون كونترينور. الماتش ديال لي ديابلو نوغ ماتش غوتور شفنا لا تيتولاريزاسيون ديال ايسن، وكان مصطفى بالمقدم كان تيتولار. من بعد روماو في البطوله كيدخل بفرقه، وفي لا تشامبيونز ليغ كيدخل بفرقه اللي هي في لا ديفونس فيها اول حاجه بالمقدم جبيره اري دروا، كاروشي اري غوش، با معمر كوكو، ايسن كوتي دروا، صالحي كوتي غوش، مابيدي وكريستيان. خلى سي روماو خلى حتى الماتش ديال وفاق سطيف اللي هو نقدروا نقولوا بانه ماتش ديسيزيف، لانه لاعب امام جمهور ديالك خصك تخلي دير ان ريزولتا، كيدخل بشاكو وكيدخل بعقال اللي راجع من لا بليسيور. يمكن هادو هو يمكن يعتقد ان هادو لاعبين عندهم خبره، يمكن غادي يساعدوا الفريق، لاعبين عندهم خبره كبيره. يمكن ايسن ما عندوش خبره كبيره في لا صعيد الافريقي ولا مواجهات ديال الفرق الافريقيه الكبيره، فتنظن وكيبقى كيف قلنا الاختيارات راه دائما ديال المدرب، ما يمكنش لك لا انت ولا انا ولا اي واحد غيدخل فيها، لان هو تيعيش اسبوع كامل مع اللاعبين. يمكن تقدر انت يكون عنده واحد لاعب عنده واحد الاصابه اللي ما انت ما عارفهاش وانا ما عارفهاش، اذا شكون اللي عارفها؟ هذاك اللاعب والطاقم الطبي والطاقم التقني هذا هو
يمكن تيخبيوها يمكن فهمتي باش ما يخلقش واحد المشكل للمجموعه وهذا وتنظن لا ما نبقاوش دابا واحد القضيه على كون سجلنا الهدف الثالث وفزنا راه ما نبقاوش نهضروا بزاف ديال الحوايج لان كاين بعض الانتصارات اللي تتخبي بزاف ديال الاشياء وبزاف ديال الاخطاء اللي كتكون في المقابله كون فزنا ما يقدر يقول لك كلشي فرحان وكلشي ولاني انا اللي يمكن غادي نزيد هو خاص اللاعبين يعرفوا ماشي اللاعب بعض اللاعبين خصهم يعرفوا لانهم تيحملوا قميص كيف قلت لك كبير خصهم بلي ندخلوا المقابله نعرف على ان عندي واحد الحمل كبير ديال واحد القميص اللي حملوه لاعبين كبار وواحد الجمهور انا بعدا تنعطيه تحيه لان مشيت للملعب ما كنمشيش بزاف يعني شي مشيت يمكن 15 ليش هذا العام خلاص كنت ديما مشغول مع ليكيب 15 سنه او 16 سنه ما مشيت فيمكن تمشي مره في العام او مرتين ما بقيت نمشي بزاف ولكن صراحه داك الشيء تيتلى الصدر ديال دوك التيفوات ديال الجماهير الانسان ما تكرهش يكون هو كاع لاعب وسط الميدان ولكن كيف قلت لك انا ما شوف ما نهودوش ايدينا عندنا مقابله ديال الاياب عرفنا غتكون مقابله صعبه مقابله الى انا كيف قلت لك تلعب فريق كبير اسمه الرجاء وغادي نمشي مهود يديك من الاحسن ما نمشيوش حنا غادي نمشيو ندافعوا على الحدود ديالنا نهاجموا كيف قلت لك ما نرجعوش للوراء لان الى سجلنا هدف تنظن المقابله غادي تمشي فاحنا اللي خصنا نديروا داك الضغط عليهم رغم في الملعب ديالهم ورغم على ان الجمهور ديالهم فخصنا يعني نمشيو بواحد العزيمه كبيره وواحد الاراده كبيره باش ان شاء الله نجيبوا الفوز ولينا لا انا صراحه نشوف انا دائما الحمد لله شي كره القدم خص الانسان يكون متفائل تنقول انا ديما تنقولها ونعاود ملي كنجي لراديو مارس خص الانسان يكون متفائل ما نبقاوش نمشيو نهودوا يدينا عندنا جمهور كبير وانا اكيد على ان الجماهير الرجويه غادي تمشي حتى للصيف وغادي يلقاوهم ان شاء الله وغادي يشجعوهم كيف شجعوهم هنايا تبقى كيف قلت لك على ان الحظوظ متساويه ونمشيو بواحد الثقه كبيره باش نفوزوا تما ان شاء الله لينا راه في 88 راه مشينا وخدينا الكاس من الجزائر بطبيعه الحال كرهتي رابح بواحد زر نرجعوا للماتش غوتور الاستاذ كيقول لنا نبقاو متفائلين لكن لي كونديسيون غيتعرف فيهم هذا الماتش كنعرفوا الستاد ويمي فهو بلو سانتيتيك كاتاستروفيك الويفا قطيف غير رجعوا لها ابرز النجوم على ملعب الحديد والنار ماتش كيسميه ملعب غير رجع زيايا غير رجع لاتاكون زيايا حنا عندنا واحد الرجاء عنده واحد السلاح اللي هو اوساغونا الرجاء بور مو ما عرفتش واش غتكون متفقين معايا ولا ما متفقش معايا بور مو الرجاء دو سكونسونتري سور لي بال اريتي ما عرفتش انا بعدا قبل ما نمشيو للماتش تو انا اللي عجبني هو التصريح ديال خليل العسكري في اخر الماتش في التصريح راديو مارس قال على انه انا يعني حنا عازمين ماشي سورتو يعني ان ايشانج بين وبين شي لعابه ديال الجزائر ماشي هو هذاك ومع ذلك خديتو مورا مباشره قال لي ودي حنا راه غادي حتى حنا غادي نمشيو بحال اونتر كيمان نموتو غنحاولوا نموتوا مع التوني وغادي نجيبوا غنحاولوا نجيبوا التاهيل شونس كو سي تري تري ديفيسيل راه كتعرفي كما قلتي الملعب ديال الملعب ديال سطيف انا ماشي ما غنقولش لي بالاريتي ولكن انا بالنسبه لي انا اللاعب اللي كنشوف فيه انايا جوسكا بريزون اللي غيقدر يجيب لا ديفيرونس هو ياسين صالحي داير راه جاب الكوفرون راه جاب في الشبكه شحال من بالاريتي راه فازت بكؤوس كاس العالم كاس لا ياسين صالحي عنده هذيك اللمسه شفنا في الثنائيات مع عادل الكاروشي بعد مرات راه حتى داك لاري دروا ديال الفريق الخصم ما كيقدش يمشي للكره تعطي ورد الظهر ديال اللاعب من اصعب الكرات قليل اللاعبين انا دائما كنقول ياسين صالحي قليل من اللاعبين اللي ان امثال ياسين صالحي غنقول اخر واحد كان هو عمر الجار الوغ انا الا كان ياسين صالحي في التوب نيفو وكنظن خاص الحفيظ يدخل من الاول مع اوساغونا كنتمنى الله حتى راه حتى وفاق ستيف كنظن كون ربح بجوج لواحد نقدر نقول لك القضيه صعيبه وفاق ستيف حتى هي راه غادي تلعب ولكن غادي تخاف على انها يتمركع على البيت طبعا صح دونك حنا خصنا نستغلوا هذه المساله قبل ما نكملوا نرجعوا للحديث نسمعوا التصريح ديال خالد العسكري ديسكور موتيفون نسمعوا خالد العسكري اول حاجه كنظن ساعدوا لكن في القدميه هذه فكانوا اخطاء في وسط علينا في القدميه هذه لكن الحين صراحه الجمهور الرجاوي فهمتنا الدقيقه الاولى في الدقيقه 90 وكنكسبوا لكن كان واعد ان شاء الله الجمهور المغربي استطاعنا غادي نحاولوا نديروا فينا باش ان شاء الله نتاهلوا ان شاء الله نخطف ان شاء الله ولكن الحاجه اللي طلبت لنا هذه المقابله هي ان اللاعبين ديال وفاق خطاف بعد الروح الرياضيه ديال الجمهور المغربي ولا اللاعبين اللي كانت عندنا الروح الرياضيه
كيهدونا قال لك تجيو للصيف غادي تشوفوا. قال الحمد لله على هذه المغاربه واخا خافوا حتى شي واحد قادر نمشيو للجزائر ونجيبوا الطاقه ان شاء الله من الجزائر ان شاء الله. علاش لا دونك جوستومون هذا التصريح هذا عجبني ديال خالد العسكري عسكري نيت فهمتي خاص اللاعبين يكونوا بحالهم موتيفي رجال لاعبين رجال لا كنظن ان شاء الله غادي يعطيو كل شيء ان شاء الله غادي يعطيو كل شيء وكيف ما قلت يمكن غادي يكون افول ديريكت ديريكتومون للصيف يمكن يمشيو للاربعه باسكو الماتش تقرر على انه يكون يوم جمعه اللي صعيب شويه هو انه الرجاء تلعب الكوكب ما تلعب ثلاث مع الفتح الاربعه تمشي تلعب نهار الجمعه مع وفاق الصيف هنا كنطلب من رومو يدير فهمتي يتورني شويه ليفيكتيف نهار الفتح مع الاربعه نهار الثلاث او لا سي يوسف انا عندي واحد تدخل بالنسبه للناس ديال الجامعه صراحه هذه رساله لهم علاش غادي نحن نمشيو للاربعه ونلعبوا الجمعه ونلعبوا فريق تيمثل الشعب المغربي في واحد البطوله الافريقيه كبيره اللي تمشي بها الكاس العالم علاش لما لا ناجلوا هذه المقابله على فريق الفتح الرباطي يقول الفريق ديال المشاركه دابا حنا نقولوا سي يوسف لا ولكن اسمحوا لي الرجاء البيضاوي كفريق كفريق اللي عنده الثقافه ديال الارقام خصو يكون عنده ان افيكتيف اللي يقدر يجيب جيريبي 3 كومبيتيسيون راه عندنا اصابات كثيره راه كاينين اصابات كثيره ما يمكنش وكاينين اللاعبين اللي شحال هذه ما مارسوا كالقناوي كالوادي راه ما يمكنش شاقو اللي رجع من اصابه العقال يعني اصابات اللي وتنو رشيد سليماني اللي فينا هو ما رجعش قاعد توحشوا هذا هو الاشكال اللي كاين ماشي كاين اللي فيكتيف الحمد لله ولكن ما واجدش دابا هذا اللي فيكتيف ما واجد وباش مثلا غادي تلعب لاعبين اللي شباب فبحال هذه المقابله اللي كتكون الاخيره كتكون حاسمه تنظن صعيبه شويه نمشي نقراو كيكوز اس ام اس وصلنا على رقم 5030 ثمن الرساله هو 6 دراهم تي تي سي جو كومبرون با بوركوا اون في با رونتري باكايوكو سي ان جوور تري تكنيسيان كي بوغ سيرفير بور ديبلوكي لا سيتوياسيون باكايوكو راه لعب شويه مع استاذ هو وسط ميدان هجوم ياك وسط ميدان هجوم دابا هو بحال قلتي في بلاصه مابيدي ديجا هو سي ان ايترونجي دونك ما عندكش حل عندك الحق باش تدخل مع ليكيب بريمير كيبقى باكايوكو مازال ما حضرش بالثقه ديال روماو لا وما كاينش في اللائحه الافريقيه وما قيتش ما كاينش في اللائحه الافريقيه لان جاي يمكننا متاخر ابو وفاء من البيضاء كيقولنا الميساج ما فهمش شكرا الجمهور شكرا ابدعنا اوجعتنا الجمهور ابدعنا ميساج ديال ابو وفاء شكرا لك خويا ابو وفاء خما نرجعوا باش ندويو على مستقبل فريق الرجاء الرياضي في مختلف المنافسات الحديث على البطوله الوطنيه المحترفين وكاس عصبه الابطال الافريقيه بالاضافه الى فريق الامل مستمعين توقفوا مع فاصل اشاره ثم نرجعوا لكم ما تشوش بيت رجعنا معكم مستمعينا الكرام لتسعود و 27 دقيقة انتم دائما في الاستماع الراديو مارس إذاعة 100% رياضة وموسيقى وبرنامجكم غاجا كافي من لا تشامبيونز ليغ الكوميول ديال لي ماتش ديال البطولة الوطنية المحترفين ان كوكب المراكش يوم السبت يوم الثلاثاء الفتح الرباطي استاذ هنا اللعابة ديال الرجاء والطاقم التقني ديال الرجاء فاش خاصهم يتكونسونطراو لأنه الرجاء الآن غدا في الطريق لاني بلونش بور لا دوزيام اني دو سويت العام الثاني على التوالي تخرج اني بلونش تنظن خصنا ما خصناش تهودو يدينا حتى خصنا على الاقل كلاسيو مع باش تكون تمثل يعني راه كاين الكؤوس الافريقيه الا ما كاينش الشامبيونز ليغ كاين الاتحاد الافريقي كاين يعني خصنا على الاقل نحتلوا المراتب الثلاثه الاولى اللي تطلق بالسمعه ديال الفريق الرجاء البيضاوي انا باقيين اربعه ديال المقابلات خصك تكافح وتجاهد انا كيف قلت لك المشكله كاين هما الاصابات كثيره هي تتعيق شويه الفريق هذا هو قبل ما نذكروا هذه المساله ديال لاني بلونش كريم باش نبقاو شويه اوبتيميز بالنسبه للرجاوي سي كو باقي رغم انه احنا ما كنتمناوش في حالتي الا كاين شي اقصاء ويكون الاخفاق امام وفاق ستيف فالفرقه غادي تكون كونفيرسي في الكاف ولكن ما تكونش كونفيرسي في الكاف في الجروبات غادي تلعب مازال ماتش مقابله فاصله الي روتور في حالتي الا داتا عاد تدخل في المجموعات دونك باقي غيبقى ديما كاين داك بسيط الامال ديال واش تشد في شي حاجه ولا لا ولكن كما قلتي انا بالنسبه ليا ونيت اليماج ديال واحد السي ابراهيم من الرباط اللي صيفطنا واحد الميساج كيقول كونتيسكون فافوار في قهاوي انا بالنسبه ليا الماتش ديال الفتح خارج الميدان
ومع حتى الفتح كنظن غادي الدور ليفيكتيف ديالها باسكو تاهي غادي تلعب الريتور مع الزمالك. ما كنظنش وليد الكراكي غادي سيرتو انه جاب 0-0 وبعد المناسبه كنتمنى ليه حط وفير الفتح امام الزمالك وكذلك المغرب التطواني اللي كنتمنوا له واحد وفير في القاهره. سي كو غادي يكون غير دور ليفيكتيف سي سور غادي يدخل الوليدات اللي عنده وفريق الرجاء اللي ما لا نشوفوا بحال الفقهاوي نشوفوا بحال باسكال نشوفوا سديل نشوفوا وليد صبار من الاول نشوفوا بوجاد عاوتاني يدخل يحبس من الاول غير باش نرتحوا دوك اللاعبين غير مغالمه حيت سير لوطيل سير طلع في الكار هبط البستوني لعب صايب بس يوسف باش غادي تلعب مقابله يوم ثلاثاء السبت وتلعب يوم ثلاثاء وغادي تمشي للسفر وتلعب الجمعه تلعب الجمعه وانا بالنسبه لي تنظن راه صعيبه صراحه ولكن الا كانت تشالنج بانه تتكرس في البوديوم على الاقل الرتبه تاعك اللي باقي عند الرجاء مازال 5 بوين بينه وبين الرجاء وبين فريق المغرب التطواني كيحصل الرتبه الثالثه بخمسه نقاط بيناتهم كونفرونطاسيون كاين دي كونفرونطاسيون ديريكت ما بين الكاسيم والفتح كاسيم الفتح وباقي عندهم الحسيمه اللي كضرب باش تبقى في كاين كاين جديده كاين خنيف راه الماتش الاخر لان هذو كلهم عندهم 36 لان دابا الفريق راه بلاوي راه ماشي غادي تشوف مغرب التطواني راه هذا هو الغلط على حنا في شحال كلاسين دابا دابا الراجل كلاسيا ويتيام وشحال شحال من الفريق يعني فوق من الراجل بين بين النقط متقاربين ولكن راه سبعه الفرق خاص الى انتصر خاص هذوك الفرق كلهم ينهزموا مستحيل هذا هو الاشكال المهم خاصك تقلب على الفوز هذا هو اولا من دابا انسان يبحث كما قلت على بعض اللاعبين اللي انهم شافوهم جو سي با انا استاذ انت المستقبل يعني الفروسي اللي كان جا داك النهار وقال بان كاين واحد التنسيق باش يحاولوا يوجدوا بعض اللاعبين الموسم المقبل يبداو من دابا التفكير فيها ما فيها باس بوغ فيغ لي بونج على هاد لاني رغم ان باقي الوفق صيف الروتور وباقي ما بام الكاف اننا نشوفوا بعض اللاعبين اللي من دابا نديرهم في لو بان باش من دابا العام الجاي نعرفوا شكون هما اللعابه اللي ممكن انهم ايفونتوالمون يكونوا ضمن الفريق الاول باش نعرفوا بانه بلا ما نبغاو ثاني باسكو شوف التجربه بينات بان رغم انك تكون نجم في الفريق ديالك تكون كابيتان ديكيب سلا تكون واعر في وداد فاس او تكون واعر في جديده كتجي للرجاء ولا الوداد كاع الدار البيضاء اون جينيرال الجماهير الكبيره كتكون كيكون عليك الضغط حيت ما خاصك تكون اوبيراسيونيل ديك الساعه ما كاينش الوقت ما كاينش ما عندكش الوقت ضغط كبير هذا بين بان مارسنا وراك عارف ضغط كبير لان الجمهور جمهور كبير لان مع احتراماتي لوداد فاس او جمعيات السلام مع احتراماتي اللي عندها اسم تاع البطوله الوطنيه ولكن ما غاديش نقارنوها مع فرق لا هنا ما كندويش على الجماهير لا كندوي حيت واحد الوقت محمد بودريقه كان قال على ان حنا جبنا اجود لاعبين اياه ما عنده الحق عنده الحق وفي مستوى كبير المكتب حاول كانت عنده هذه ليدي ولا هذه لافيزيون ديال الا جبنا افضل لاعبين ممكن اننا نكونوا فريق او يكون عندنا واحد ان افكتيف ديال واحد 17 لاعب كلها بان كما قلتي قبيله كريم انت راك لاعب على 3 فرون خصك يكون عندك الافكتيف راه سيتي ان بو بريسا اللي دار بودريقه ولكن ما كنلوموش عليها غير قلت بان التجربه هذا العام بينات بان لاعب كيكون نجم الفريق ديالو ما استطاعش حتى يكون في البونتوش في الرجاء سي يوسف عطاتنا راه لاعبين كبار راه غادي نذكر مثال ديال لاعب فالكاو واش فالكاو هو اللاعب اللي كان في الاتليتيكو ما يمكن لا سي فري حتى الانفيرونمون كيلعبو خا فالكاو جبتينا فالكاو بون سي فري ما كنبغيش نقارنو ولكن هو كان باش نقارن حنا نقارنو اللاعب ديال البطوله الوطنيه غير قلت بان انا بالنسبه ليا انا كنت عندي امال كبيره غنسميه هذا اللاعب هو اللاعب القناوي كان مستوى كبير في جمعيه السله كان كابيتان ديكيب كنا كنقولوا بان انا كنت كنقول ديك الساعه فاش كان مدرب بن هاشم هو اللي كان مدرب ديال جمعيه السله كنقول بان هذا القناوي واقيلا ما لقاش ما من يلعب راه مجهد الدري ولكن جا دابا للرجاء واش الاصابات واش الثقه واش تغيير مدربين تنظن يوسف حتى الايقاع باش يكون واضحين مرتفع فريق الرجاء لان اللاعبين اللي تيكونوا في الرجاء ماشي هما اللاعبين اللي في السله يعني احنا غنقولوا مثلا لجمعيه السله او وداد فاس راه تيكونوا معروفين واحد ثلاثه او اربعه ديال اللاعبين اما اللي غتجي فريق كبير بحال الرجاء البيضاء غادي تلقاه بحضرات اسامه 14 لاعب مستوى كبير خاصك تنافس معاهم باش تاخذ يا دي جوار ايزيكسيل في لو كونتر دابا الفريق ديالك كيكون كيدافع وهو كيكون مزيان في لي كونتر ولكن فاش كيجي الرجاء كي هو مطلوب منه يخلق لو جو بحال ايامات فاش الرجاء جبد بلاد الدنكير في ايامات رئيس حانات قالوا لنا الدنكير شحال خاصو الفلوس ولكن جا هو مال هو كان في لي كونتر مزيان كتعطيها ليه كيمشي بها كيتسنى
وكيف جا للرجاء حتى هو في فريق الرجاء تصنع اللعيب تكون لا كنقول لك راه صغير كاين واحد ضغط كبير كاين ضغط كبير لان الجمهور تيدير لك واحد البريسيون اللي كبيره الا كنتي ما انا مسكين الجمهور وخوكك فاش كيكون كثير في التيران ولكن مع ذلك رغم النتائج السلبيه راه هو ديما حاضر بون يوسف هذا هو لو الضغط ديال الجمهور كاين ضغط الجمهور ولكن كون كان ضغط الجمهور هي نبداو مثلا على الكلام نبيل جاو لك الانترينمون دونك ما هادو هاد الناس بالعكس انا هما ناسينين ما مشيت للملعب ماشي حتى حاجه كيفاش جات الامور كيفاش واش منهزمين ومساكين كيدير الملعب كله تيغلي واسمع لي راه خير داير هو المدرب ديال جنوب افريقيا اليوم انا عمري في حياتي شت هذاك الجمهور لان هذا عندنا بعدا اول حاجه واحد المكسب كبير ديال عندك هذاك الجمهور هذا هو من رجاء ليكيب غنمشيو ليسبوار الفريق ديال السي وستاد اللي كيحتل الرتبه الثانيه وراء الجيش وامام فريق الوداد الرياضي اخر مقابله امام فريق الفتح الرباطي تفوق ديال الرجاء بواحد لزيرو البيت اللي جا ديال ايوب الصابري شحال 17 عام ايوب 15 ايوب الصابري 97 هذا كان معايا في جبتيه من الجنوبيات كان السنه الماضيه في الفئه ديال الفتيان هنا كندوي السي وستاد على الخلف ديال فريق الرجاء الرياضي واش نقدروا نقولوا بانه الرجاء الان عندها الخلف باش تجري الموسم بالعكس كاين موجود الحمد لله الخلف وراسي يوسف خير دليل دائما حاضر ماشي تنجاملو دائما حاضر وتيشوف المقابلات ديال الفريق الامال وديما كيتناقش معايا من غير هنا في الاذاعه كنتناقشوا وتنظن شوف راه كيف تعطات فرصه للوليد الصبار ولا المصطفى بالمقدم ولا باسكار راه كاينين لاعبين يحملوا القميص ديال الرجاء لانهم ابناء الرجاء لانهم راه درجوا في جميع الفئات ديال الفرق علاش ما يلعبش الفرق بالعكس ملي غادي تجي الفرصه ان شاء الله وتنتمنى تكون هذه الفرصه لهاد اللاعبين لان كاين اللاعبين عندهم مستوى كبير و كيف نقول لك تضربوا على القميص ديال فريق الرجاء البيضاء لان انا كيف قلت لك خص اللاعبين اللي يعرف قيمه ديال هذا القميص اللي لابس غير باش بوغ نو با ستيغماتيزي راه حتى اللاعبين الوافدين كيضربوا على التونيال لا حنا ما تعطاتش الفرصه لا حيت كاين امثال نقدر نجبد مثلا جوج ديال السميات اللي خلاو الخاص ديالهم بحال يوسف السفري اللي جا من البرنوسي وشعيب المباركي هادو لاعبين يمكن جايين بحب الفرقه وزاد عطاو غير هما اللي كيجي بعض المرات بإما اختيارات المدرب عنده هاد المدرب كيبغيه ولكن مشى الاخر كيجي لي كارت بعد مرات الظروف ما كتساعدش بعض اللاعبين على ابراز القدرات ديالهم ولكن كيف ما جميع اللاعبين فإلا تكلمنا على السفري السفري راه حتى هو ما بداش تيتيلو من الاول بدا من اراد هو واحد الوقت حتى مشى للميليو ديفونسيف بوشعب المباركي كذلك رغم انه كان كيتنادى عليه في المنتخب الوطني خصنا نصبروا على بعض اللاعبين خصنا نصبر عليهم وتعطيهم فرص داك الشيء بغيت نقول غير واش الجمهور باسكو دابا بعض المرات كاين تناقض مع الجمهور اللي كان كيقول بالمعلم يمشي كان كيقول لي يا جوري يمشي بس كنسمع بعض المرات بعض الجمهور كيقول لك وانا رياجو وماركا مع هذا فينا هو ياجو علاش ما خلاوش يمشي ما تنظنش السي يوسف هذا الجمهور الحقيقي ديال فريق الرجاء البيضاء هو الحقيقي ولا ماشي حقيقي الجمهور الحقيقي تيبغي يشوف انا بدا راه شوف الفريق كيفاش شحال محتل الرتبه في البطوله وتيجي يساندك اذا هذا راه بعدا راه واحد الحاجه اللي هي كبيره اللي ما موجودش بعد فوقه نابورت كي سوبورتر كي لبستون ديال الرجاء ولا لي شارب ديال الرجاء فهو جمهور ديال فريق الرجاء انا صراحه تتفاجئ الجماهير اللي تحضر احنا شوف ما تنحقوش نتائج كبيره في البطوله وخير دليل شحال من شهر ما فزناش في مركب محمد الخامس وطل بالامس على الجمهور اللي جا واكثر من هادشي سيوز راه ما كاينش جوستمون هاد النقطه هادي واش المركب الرياضي محمد الخامس اولا هذاك الضغط نقدروا نقولوا بانه الضغط ديال الجماهير واش لانه كنشوفوا بانه الرجاء دو بو لا فاز غوتور من الاياب فهو ما فاز حتى شي ماتش في مركب الرياضي انا بار ماتش ديال كايزر تشيفز انا بالنسبه لي الهزائم كعيطوا الهزائم وانتصارات كعيطوا الانتصارات عرفتي اون فوا كتدخل في السبيرال ديال شي هزيمه وكتبع هزيمه وكتبع هزيمه وخصوصا الا خسرتي بشي طريقه ما نقولوش انك بحال تشمتي باش ترجع وحنا اللاعب المغربي كنعرفوه هاوي باقي هاوي لا ماشي هاوي مختلف كاينين اللاعبين اللي كنتي كدوي على الهوايه في العقل ديالو كاينين شي وحدين هاويين في العقل ديالهم ولكن كيكونوا صعاب بور ريكوبيري مونتالمون باش يقول لك بحال دابا مثلا واخا حنا انا ما كنبغيش نقارن مع ليترونجي برشلونه خس بي جي خسرات ثلاثه مع ما سميتو ثلاث ايام بعد مشات ربحات ليل ثلاثه داك كيعرفوا هذا الموضوع سالينا منه وندوزوا لحاجه اخرى حنا في المغرب لا
في المغرب كنشوف ان اللاعب كيصعب عليه انه يدارك الموقف. مونطالمون خصك تكون قوي قوي. حنا عندنا لاعبين فراجيل هذاك الشيء بنقول لك وكيكون لا بروف كاين بعض اللاعبين اللي ما تحملوش لا بريسيون وما تحملوش التسلسل ديال اللقاءات ورصد راس منهم بعض الدور بعض يعني هذا اللي خلات المكسب وقف. هاد لا بريباراسيون مونطال اللي كنت بان لها الاستاذ واش كتكون عند الفئات الصغيرة ديال فريق الرجاء وسورتو ديال ليسبوار واش كتبريبار واش كاين بريباراسيون كوتي مونطال؟ وتختلف من مؤطر لمؤطر لانك حنا في الفئات الصغرى كيكون مؤطر واحد مدرب منه كوتش مونطال منه كل شيء لان خاصك تعرف تتعامل مع ذاك الطفل باش تربيه من هنا يكون رجل ديال المستقبل هذا هو سميتو لانك من الصعب لان راه تتلقى وتنسمع وتشوف شفت بعينيا كنا تلعبوا مع فرق ديال العصاب وفي بطوله ديال العصبه راه تشوف مدربين اللي لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش دوك الكلام اللي تلفظ كلام نابي في حق واحد الطفل اللي هو صغير فهذا كيفاش غيكون عنده واحد الكاركتر قوي بطبيعه الحال لان هذا هو الخطا اللي كاين لان خاص يكون داك المؤطر يكون متكون وفي المستوى الكبير. نرجع للشامبيون ديسبوغ الجنوقات ما بين الرجاء والجيش استاذ واش نقدروا نقولوا بانه فريق الرجاء الرياضي مازال عنده امل مازال يقدر كينافس على البطوله هذا الموسم هذا. وانا قلت لك دائما نجي كيف كنقول ماسي في راديو مار انا دائما تنقول لك انا شوف الا غنفوز بالدوري مرحبا به الا ما غنفوزش به انا حنا العمل اللي درنا واحد العمل كبير اول حاجه بعدا خصك تعرف باننا ملي خدينا فريق الامل راه خدينا ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين فينا هو فريق الامل راه 20 ولا 22 لاعب مشات يعني اصدقاء ديالي كانوا تيقولوا لي يا استاذ راك خديتي العافيه بهذا اللفظ فقلت لهم بالعكس الا انت ماشي كابابل باش تاخذ هذيك العافيه رجع لوروسي بحالك. وكان حتى المساله ديال كنتي حققتي بعض النتائج في الفئات اللي قبل منها انت ديجا كنتي عارف عندك فكره على شكون اللي كان ممكن انه يجي ليكيب سبور. لا ما كانش هذا المشكل وانا درت فريق في اول يوم درت فريق. عرفت عرفت هذا اول يوم خديت لاعبين وخديت هادو يعني الحمد لله راك عشتي معايا سي يوسف اللهم لك الحمد هذه ميزه ما تنحي لان واحد القضيه راه تنمشي نتابع جميع الفئات. ملي تيجي عند هذاك اللاعب تنعرف المستوى ديالو فين غيلعب باش ممكن يدير لا مارج دو بروغريسيون ما تنتسناش هذاك غادي يجي يقول لي ولا هذاك الصديق ديالي ولا الاب ديالو غادي يجي يقول لي ما عنده ما يجي يقول لي انا تنتبع جميع الفئات وملي تناخذ واحد الفئه تنجي تناخذ هاد اللاعبين هذا ثلاثه خمسه عشره هادو المستوى ديالهم تيجينا راه تعرف ناس يوسف بانني صريح وفايت المعقول لان يمكن راه طراو لي مشاكل كبيره مع بعض الاصدقاء ديالي اللي تخاصموا معايا وبعض اللاعبين القدامى و اكيد الكره والناس كاع اللي قراب ليا كاع وتخاصموا معايا ماشي مشكل ما انا شوف لانني انا تنتقاضى واحد الراتب من واحد من الفريق ما يمكنش ينغش هذاك الفريق لان انا نجيك الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نغش انا فليس لي ولكن غيقول لك اعطينا شي لاعب اللي دوزو بيرما ديال الحمد لله هو ديال باش غيحكموا عليك حتى اللي تعاون هذا اللاعب اللي كاين ما يمكنش نمشي نقرا لي اس ام اس اللي وصلنا على رقم 35 تم الرساله هو استاذ ابراهيم تي تي سي كونت اسكون فوا فور القهاوي في لا بروميير ايكيب سيني ابراهيم دو غابا السلام خويا ان شاء الله غادي نتاهلوا على دار ستيف الرجاء غادي تكون في النهايه ان شاء الله تحيه لجميع الجميع الرجاء مهمة صعبة وليست بالمستحيلة بونسوار كريم سولو شكون هاد الإصابات اللي تيقول أستاذ خالد بن مالك طاكسي قنيطرة بها سي خالد فأستاذ قال لنا بسمية بسمية راه جبد شابو جبد حفيدي جبد عقال يعني اللي باقي ما رجعش معك حمزة من سطات علاش مشى هلال الطير جاوبوني واخويا حمزة فكل اونترينور كيختار الستاف اللي غيخدم معاه ما كاينش سيرو موجاجة مع الستاف تكنيك ديالو غنبداو في استقبال المكالمات ديالكم مستمع رقم راديو مارس 025 226 225 025 226 225 225 الله يخليكم التدخل ديالكم يكون قصير باش ناخذوا اكبر عدد من المستمعين وغنبداو من نوط مع حسنة مساء الخير وي بونسوار تو مون السلام عليكم بونسوار ليلى بون التدخل ديالي شويه معصبه بغيت نسول ماشي السؤال ديالي ماشي الاستاذ روما واخا ما كاينش بغيت غير نعرف كيفاش تريح اللعابه في الماتش ديال نادي قنيطري وما عاودش دخلهم في الماتش ديال ستيف كيفاش يدخل شاكو اللي هو شحال من عام هو يبارك في الاصابات وبالمقدم اللي قدم ماتشات مقاد
يعني استحمل الضغط في الديربي واستحمل شحال المقابلات وما تيدخلوش في المقابله اللي حاسمه ديال العصبه اللي هي الامل الوحيد اللي بقات لنا، ما يدخلوش وما يدخلش الحفيدي اللي هو زعما المعروف بالتمريرات ديالو واللي تجيب الكره واللي هذا ويدخل عقالي شحال هو جالس ما فهمتش كيفاش يدخل ايستن، ايستن داخل ديجا ما محمش داخل فحال داخل غير يلعب في الدرب، كيفاش تيدخل لعابه اللي ما عندهمش يعني شحال هما جالسين في مقابله اللي حاسمه، كيف روما هو سبب الهزيمه ديالنا، روما وحتى شي لعابه لانهم تيحب غير جبيره والكاروشي هما اللي تنحسوا بهم انهم فريمون باغيين يلعبوا فريمون باغيين يتاهلوا، مي لي زوط حتى واحد ما كان متحمس مهبطين الريتم، الراجه ما لعبتش كاع بالطريقه ديالها، من امتى حنا تنطوعوا الكواره، من امتى حنا تنلعبوا بواحد الريتم، يعني ما تنشوفوا في الماتش دوزيام ايطو باش يعني الكره فاش كانت غادا تتحركوا مزيان كانت تيوصلوا يعني تيخلقوا فرص، في البروميير ايطو ما شفنا والو. شكرا لالا، شكرا لك لالا حسنة، شكرا على التدخل ديالك، عندنا فكره واضحه. ان ريزومي روما هو السبب بالنسبه لها، بالنسبه لها ما لي شوا دان اونترينور كي لاسو. نمشيو ناخذوا معنا السي رشيد مدينه صد البيضاء. مساء الخير رشيد. الو مساء النور سي رشيد. سيدي رشيد وي السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا انا بغيت ندوي معكم غير على لي شوا ديال روما والمشكل ديال بعض المسيرين اللي عندنا في الفرقه. ندوي على روما، ندوي على المشكل ديال واخا ندوي على روما. تفضل. روما حتى كنا خاسرين 2-1 وكيدير لنا شونجمون بوست باغ بوست. هو سي روما خرجنا واحد من لي ميليو ريكيبيراتور وزيدنا شي واحد اخر في ميليو تيغان. مشي تيخرج شي مابيدي ورومبلاسيتي بان اوتخو جوار في نفس لو بوست. انت خاسر خرج واحد من ليغ كيبيراتور ورجع ما بيدي اللي شحال هذا مع فخر كان كيلعب تاهو في البوست. يعني متعود يلعب تما. وشي لعابه اللي عندنا ما فهمتش انا ايستن واش داخل كيلعب في فرقه سميتها الراجل ولا كيلعب في البحر. هذاك راه كيجيني انا كيدخل بحال لاعب شو هذا لاعب في البحر. حشومه هذاك اللاعب كيدير بحال هكا. شكرا لك اسيدي رشيد. الجمهور ملاحظات عندهم سورتو بارابور او شوا تاكتيك سورتو بارابور او شوا تاكتيك لي شونجمون بوست باغ بوست اللي كيديروا. لا حيت دابا قوه ما ولينا كنتفرجوا في التلفازه بزاف ولينا داكشي عندهم البارابولات وداكشي ولينا كنقارنوا بعض المدربين كيفاش كيبدلوا طريقه اللعب والانيماسيون ديالو او كورون دو ماتش. سي بور سا ولا حتى الجمهور اللي كيحضر في التيران ولا اكزيجون. مي كما قلت يا كريم قبيله المدرب روما هو اللي كيتحمل مسؤوليه الاختيارات ديالو. طبيعة الحال نمشيو لرحمنا عند خويا احمد. مساء الخير. مساء الخير خويا كريم. مساء النور خويا. تحيه لك وتحيه للطاقم التقني. شكرا احمد بسرعه خويا. شانوس استاذ. شكرا. الديفو خويا ديال مورينيو ديال البرتغال. ياك. صراحه ما شاء الله لكن مورينيو ناجح راه روما عندنا غايسير يتعلم منه. راه كيف قلنا في التغييرات ديالو ديال جون ايفشي ديما كان كيكون رابح كيدير تغييرات كيصدق من هازم. زعما خلينا شاب 4 سنين بقى جرها ومخلي بالمقدم اللي كان دار موسم جيد من الديربي من مباراه الديربي هو كيلعب. دابا كنشوفوا احتياط ما عرفناش علاش ما بيدي كنشوفوا ها كيجري ما كيجري وسط التيران ما كنعرفوش علاش ما كيدخلوا وكيخلي لينا الحفيظي عقل واخا رغم الغياب ديالو بدا راه دار شي حاجه بدا دار الاداء ديالو جيد وكان جاب لينا البينالتي. ياسين صالح صراحه هو اللي كان رغم الاصابه هو اللي كيعطي صراحه لا شي تقول بحال ما مصاب ما والو هو اللي كيتقاتل واللاعبين كاملين اخويا لا وسط ميدان لا والو راه كل شيء ما كاين وما قادرينش على الضغط ديال الجمهور. شكرا لك احمد. عندنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. شكرا لك اخويا احمد كتبنا مرحبنا تصبح على خير. النقطه يدون عليها هي اللاعب ديال اللاعبين الان ما كيتحملوش الضغط ديال الجمهور بالنسبه لكم واش نقدروا نجوستيفيو هذا؟ بالنسبه ليا من غير الضغط ديال الجمهور هذاك الخوف باش تطيح في نتيجه سلبيه اخرى هي اللي كتخلي اللاعبين كيلعبوا كما كنقولوا بلا بور او فونتر. كتشوف بان اللاعبين كيخافوا مثلا يعطيهم باس ناقصه كيخاف تمشي ليه وبقوه ما كيخاف من هذيك الحاجه عاد كيطيح فيها. انا بالنسبه ليا النتائج كما قلت السلبيه اللي حقوا فريق الرجاء الرياضي هي اللي خلات هذاك المستوى ديال فريق الرجاء يظهر امام وفاق سطيف بغض النظر انا كنزيد نضيفها حتى اختيارات المدرب جاولوا
وزعما ما ندخلوش في داك الشيء باسكو بيتر حنا غير مؤهلين باش ندويو على الاختيارات حيت كيقول لك اللي واعر هو لو سافون دو باسي ديال كون دار كون دار كون دار انا ما ندخلش كون دار ولكن كاين كاين يين لوجيك خصك تدخل دخل لو جوور لو بلو بريباري فيزيكمون اي مورالمون اللي كتحس به يقدر يدخل شي شي نقدر نقول لك بور الزوق رغم انه يلا رجع وداك الشيء ولكن كيكون موتيفي سي فري عنده دي ديفو عنده دو غرو ديفو ولكن فاش كيدخل التيران كتحس به انه كينوض كي كيطيح كيضرب بالراس المهم تنافر كما كنقول في الكو دونك خصك تدخل لي 11 بحال العسكري في التصريح ديالو حسيتي بان باغي ما كرهش غدا يكون هوتو باش بدا يدخل يلعب بحال اوساغونا بحال اوساغونا مثلا راه هذا السيد كيعطي كيعطي انا تفرجت في التحت عرفتي شنو لو طرافاي انورم اللي كيدير اوساغونا ما بين 4 و 5 عرفتي غنقول لك اربع مرات كتقول لي مسكين ما وصلش الكاري 18 ولكن بعض المرات كتشوف بان وصل ملعوت مثالي باسكو لي بال ما كيوصلوش هذا هو اللي كنقول لك الضغط كتخلي حتى ديك الانيماسيون ما كتصدقش وهادشي اللي عطى الله السوق غنقول لك نرجعوا للمدينه الدار البيضاء عند خويا حميد نقول لك قطع عليه الخط طنجة كاين عماد مساء الخير خويا مساء الخير سي كريم مرحبا سي عماد الله يبارك فيك خويا والسلام سي يوسف الشاني والسلام سي استاذ مساء الخير الله يبارك فيك الرجاء الرجاء اللي انت كتنهض استاذ استاذ والله العظيم لا شنقول لك البارح انا بغيت نمرض بالسكر وانا في عمري 22 سنه لا لا بالله عليك بالله عليك اخويا والله العظيم ماشي كتشوف شي حوايج اللي تيبغيو يسطيو كتشوف انا بغيت نفهم هذاك المدرب فاش يبغي فاش يدير هاد التغييرات العقال في نظري نتوما كتفهموا في الكره انا راني هي كنتفرج في الكره العقال في نظركم واش تدقيق في الشوط الثاني باش فريق داز داك الكره ربع ساعه واش باغي من قانونيا خصو يتفونجا ولا لا جاوبوني الله يرحم الوالدين هادي عماد كما قلنا في اختيارات كيبقاو ديال المدرب فهو اللي كيشوف المدرب ولكن حنا كنناقشوا بالمنطق العقال تيبان لك واحد اللحظه بقى غير كيجر رجليه واش العقال دخل في الماتش ديال الديربي ماركا جول نعطيها الرسميه راه حرام هذا الشيء راه تيسطي مصطفى بن المقدم اللي من الديربي اللي فات هو تيلعب رسمي وتجي تدخل لي شي يقول لي من ايمتى من فوقاش ما لعب من قبل من الديربي من قبل من العام كامل ما عندوش رسميه من يلعب هذا الماتش تعتبر كان يلعب اريال جوج ما كانش يلعب في البوست ديالو ما كانش هو كيلعب كقلب دفاع راه كان يلعب في اريال جوج وتعتبر مع جديده تجي تلعبوا مع ماتش القنيطره نهار الاربعاء واللي ماتش اللي ما هذاك الماتش ها دخلوا له وخرجوا فقصه حتى هي وتجي تلعبوا لي رسمي في ماتش ديال الشامبيونز ليغ عماد تفائلوا خير تفائلوا خير نتمنوا الامل ونقول لك كاين واحد الربعه كاين حمزه بورزوق وخا داكشي اللي كيدير راه كيتفقس بحالي كيما نتصور انايا دابا سي حمزه بورزوق كاين اوساغونا كيلعب بالروح كيتاليا كاين كروشي وكاين العسكري وجبيره نوبه جبيره راه ما خصوش يبقى يلعب اريال دروا خصي دخلنا هاتيم لحقاش ماشي راه اللي كيلعب في اريال بوش راه كينجح في ماتش بجوج ثلاثة ماشي دائم ماشي نلعب وحنا شكرا لك خويا عماد شكرا لكم شكرا لك حبيبي شكرا خويا عماد كنتي معنا من طنجة فلا ماجوريتي ديال لونانيميتي في اختيارات روما استاذ خصو يسمع هادشي تا روما خصو يعرف هادشي بان ويمكن الا كان عند دار دوك الاختيارات عن قناعات دونك ما عندنا الا اننا حنا نتمنوا ليه الخير سورتو في الماتش ديال روتور ان شاء الله بطبيعه الحال استاذ كاخر كلمه باش يمكن تقول بوا تنتمنوا من الله على ان يجيبوا تاهل من الجزائر ان شاء الله وماشي كره القدم ماشي نهايه العالم راه يمكن كيف هما جاوا داروا هذيك المقابله راه يمكن حتى حنا نمشيو وحنا كيف كنقول لك راه تنمطلو فريق كبير خصنا نمشيو باش نجيبوا الكاليفيكاسيون من تما راه ماشي صعيبه لا صعيبه الا كيف قلت لك الا كنا غنمشيو ومهبطين ايدينا والله من الاحسن ما نمشيوش شكرا نمشيو مخرجين عينينا نمشيو نجيبوا الكاليفيكاسيون نرجعوا عينيكم ونتمنى ان شاء الله ونشوف ومع جروب بيبليك اللي عندنا واللي غادي يمشيو الجزائر ان شاء الله شكرا لك استاذ على الدعوه شكرا تبارك الله كريم شكرا لكم مستمعينا على وفائكم لبرنامجكم غاجا كافي بهذاك نوصل لنهايه عدد هذا اليوم من برنامجكم ما تنساوش انكم تزوروا موقع ديالنا www.radiomars.mo صفحه ديالنا على الفيسبوك راديو مارس ماروك باش تعرفوا الجديد ديال كره القدم الوطنيه والدوليه ورياضات اخرى لانه سي راديو مارس ما كاينش غير الكره هذا كريم مراد كيقول لكم صباح الخير والى اللقاء